منزل آخر في مدينة حريتان تعرض إلى القصف الكبير والعنيف، وحدثت فيه المجزرة الكبرى، حيث سقط في هذا المنزل 80 شهداء. بعد قصف ومحاصرة لهذا المنزل دامت لخمس ساعات، والشهداء كانوا يستغيثون ويستنجدون، ومنهم من خرج مستسلما، لكن الجيش والأمن قام بقتلهم. وهذه أثار الدبابات التي كانت تحاصر المنزل. قوات الأمن والجيش لم ترحم المدنيين، واستخدمت أشد العنف عليهم، وقامت بذبح من استسلم وخرج من المنزل، لكنهم قاموا بقتلهم بصورة فظيعة وبشعة. فمنهم من نحر نحرا، ومنهم من حرق، ومنهم من مات تحت القصف والركام. هذا المنزل كانت فيه أكبر مجزرة في مدينة حريتان، وسقط فيه معظم الضحايا. هذا المبنى أيضا مكون من 6 شقق، كلها احترقت، وقد تم تصويره بعيد انسحاب قوات الأمن والشبيحة من المنزل، وكان لا يزال يحترق. هنا وجد جثة محترقة في هذا الحمام. الله أكبر، الله أكبر، الله يخزين. لم يبقي النظام والجيش وقوات الأمن شيء في هذه المنازل. هذه القذيفة اخترقت المبنى، رغم أن أمامها كان عدد من الحائط، عدد حيطان قبل أن تصل إلى هذه النقطة. اخترقت هذه النافذة والحائط والحائط الثالث لتصل لتستقر هنا في هذا الحمام. هناك مجزرة بشعة وقعت في هذا المنزل. الله أكبر، الله أكبر. هذه الشقة الثانية أيضا تعرضت للدمار والخراب، ولم يبقى منها شيء. شفرات المراوح المعدنية انحنت من شدة الحرارة، حيث أن القصف كان عنيفا جدا. أيضا هنا قذيفة اخترقت عدة حيطان لتصل وتستقر في هذا المكان. لم يبقى شيء في هذا المنزل صالح للاستعمال، كل شيء محطم ومحترق. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.
مع كل هذا الخراب والدمار لا زال أحرار حريتان وأهلها يصرون على المضي قدما في ثورتهم ويعاهدون الله والشعب السوري بمواصلة النضال والتظاهر السلمي حتى الحصول على حريتهم. سنصعد الآن إلى الطابق الثاني من هذا المبنى. الذي لم يسلم دوره من الخراب والدمار والقصص. هذه الشقة الثالثة. مدمرة بالكلام. وكأن النظام يجرب أسلحته على المدنيين أسلحة ثقيلة ومتطورة لم نعهدها من قبل ولا تستخدم إلا في الحروب بين الجيوش، لكن النظام السوري يستخدمها على المدنيين العزل في مدينة حريتان وعندان وحيان والآن في تل رفعت. أين العالم؟ أين العالم ليرى ما يحدث في سوريا؟ كذلك لم تسلم بقية المحافظات. لم تسلم كل المحافظات من أذى النظام. هذا هو إيقاف إطلاق النار الذي يعد النظام به. والعالم يمهل هذا النظام ليرتكب المزيد من المجازر وهو شريك للنظام في إجرام، ونحمله جزء من المسؤولية. كذلك نحمل مسؤولية الدمار والقتل والخراب للجامعة العربية التي لا تزال تعد وتعد وتعد ولم نسمع منها إلا الاجتماعات والقمم والوعود. لم نرى مساعدات، لم نرى إيقاف للقتل، لم يتوقف قتل في سوريا إلى الآن بعد أكثر من عام من الثورة. لا تزال الدماء تسيل في سوريا بكاملها بكامل قراها ومدنها ومحافظاتها. هذه الشقة الرابعة أيضا لم تسلم من القصف والدمار والخراب. هذه هي الإصلاحات وإيقاف إطلاق النار الذي يعد به النظام. مدينة حريتان 8/4/2012. المبنى الذي وقعت به المجزرة الكبرى في مدينة حريتان راح ضحيتها 8 شهداء من المدنيين العزل. لم يرحم النظام معظمهم الذين خرجوا عزلا من هذا المبنى بعد قصف دام لخمس ساعات، لكن النظام ربطهم وقام بنحرهم وحرقهم وارتكب أبشع صور